ما هو الاسم الأعظم لله تبارك وتعالى؟ وهل هناك بالفعل اسم لله عز وجل إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى؟ وهل أخفى النبي صلى الله عليه وسلم عنا اسم الله الأعظم لحكمة عظيمة؟ حتى يتبين لهم أنه الحق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الأحبة، هذا السؤال يتكرر كثيرا، وكلنا نتمنى أن نتعرف على اسم الله الأعظم الذي بالفعل إذا سئل به أعطى. وإذا طلبت شيئا أو سألت شيئا بهذا الاسم لن يتركك الله هكذا، بل سيحقق لك كل ما تطلبه. حقيقة أيها الأحبة، السؤال معقد نوعا ما، ولكن الإجابة مبسطة جدا. قبل ذلك دعوني أقرأ ماذا علمنا النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن لله 99 اسما. إذن 99 اسم، من أحصاها دخل الجنة. ما معنى من أحصاها؟ يعني هل نجلس ونعد هذه الأسماء أم هناك معنى أعمق بكثير؟ انظر أخي الحبيب، أنت إذا كان لديك، ولله المثل الأعلى طبعا، مبلغ من المال أو الذهب أو الألماس، وأنت بشكل دائم تحرص على الحفاظ على هذا المبلغ وتقوم بإحصائه وعده والمحافظة عليه، وتشعر بسعادة عظيمة جدا أنك تمتلك هذا المبلغ، وكلما زاد وكلما أحصيت أكثر تزداد سعادتك. هذا مثال طبعا مصغر جدا. النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يقول لنا: يجب عليك أيها الإنسان أن تهتم بجميع أسماء الله، ولا تقتصر على اسم أو ثلاثة أو أربعة. معظم الناس للأسف غافلون عن الأسماء 99 أو الأسماء 99 لله سبحانه وتعالى. أول اسم ورد في القرآن أخي الحبيب هو اسم الله، ثم الرحمن، ثم الرحيم، وتتوالى أسماء الله عز وجل حتى نصل إلى آخر اسم ذكر في القرآن وهو اسم الصمد، وهذا له حكمة عظيمة. اسم الله الذي ذكر أول اسم لله سبحانه وتعالى في القرآن في قوله تعالى في أول آية من سورة الفاتحة: بسم الله الرحمن الرحيم. إذن أول اسم هو الله. هذا الاسم هو الأكثر تكرارا في القرآن الكريم، ذكر 2699 مرة، اسم الله أو لله، بالله، تالله، بصيغه السبعة، 2699 مرة. هذا عدد أولي. العدد 2699 عدد لا ينقسم على أي رقم آخر، هو عدد أولي لا ينقسم إلا على واحد، لأن الله واحد سبحانه وتعالى. آخر اسم في القرآن وهو اسم الصمد، وحتى الآن العلماء يذكرون معاني كثيرة جدا، ولكن المعنى الحقيقي لا يعلمه إلا الله. اسم الصمد ذكر في القرآن مرة واحدة فقط في سورة الإخلاص: قل هو الله أحد، الله الصمد. بعد ذلك لا يوجد شيء من أسماء الله الحسنى. النبي عليه الصلاة والسلام له أحاديث كثيرة يتحدث عن الله عز وجل، يتحدث عن الحي القيوم من الأسماء العظيمة لله: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. هذا دعاء الاستغاثة، دعاء إذا ضاقت بك الدنيا كثيرا جدا أدعو الله بهذين الاسمين: الحي القيوم. طبعا كثير من العلماء حاول أن يتوقع ما هو الاسم، منهم من قال هو الله، منهم من قال الحي القيوم،
منهم من قال ذو الجلال والإكرام، وأقوال كثيرة جدا. ولكن أنا الذي يهمني لماذا لا يوجد حديث واضح يؤكد لنا أن هذا الاسم هو الاسم الأعظم لله سبحانه وتعالى. سأقول لك أخي الحبيب، هل تذكر لماذا أخفى الله عنا ليلة القدر، موعد ليلة القدر؟ لكي يجعلك تجتهد كل ليالي رمضان، لأنه يحبك ويريد لك مزيدا من الخير. فلو أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا باسم محدد، ربما كثير من الناس يقتصر على الدعاء بهذا الاسم ويهمل باقي الأسماء. لذلك قال إن لله 99 اسما من أحصاها، وكأنه يقول لك أيها المؤمن اهتم بهذه الأسماء. يعني اسم الصمد مهم جدا، اهتم به، تفكر في معناه. من المعاني الكثيرة جدا لهذا الاسم الذي حير العلماء حقيقة، الصمد هو الذي يلجأ إليه وقت الشدائد، وهذا معنى جميل جدا، أنه إذا ضاقت بك الدنيا وانقطعت بك الأسباب وتخلى البشر عنك، تخلى كل البشر عنك، حتى أقرب الناس تخلى عنك، صدقني الصمد عز وجل موجود يجيبك وينقذك ويستجيب دعائك، لأنه هو الصمد. من هنا أخي الحبيب أنا أستطيع أن أستنبط سر إخفاء النبي عليه الصلاة والسلام عنا هذا الاسم، ليجعلنا نجتهد في الأسماء 99 لله عز وجل، فنكسب بركة كل اسم. كيف يعني؟ انظر أخي الحبيب، سأعطيك مثال. هناك آية مهمة أنا أحب أن أنصح بها دائما في وقت ضيق الرزق، انقطاع العيش، عندما يقل رزقك، يقل مصدر المال. هناك آية عظيمة جدا في القرآن الكريم، الله سبحانه وتعالى يقول فيها الله لطيف بعباده. إذا بدأ باسم الله ثم باسم اللطيف، وكلاهما من أسماء الله الحسنى. انظر معي، يرزق من يشاء، وضع الرزق في منتصف الآية، ثم ختم الآية ماذا قال؟ أيضا باسمين من أسماء الله، وهو القوي العزيز. سبحان الله. إذن الله لطيف القوي العزيز. إذن أيها الأحبة، اسم الله اللطيف القوي العزيز مهمة لمن ضاق رزقه. لماذا؟ لأن الرزاق يجب أن يكون قويا. أنت لمن تلجأ في رزقك؟ تلجأ لإنسان ضعيف فقير معدم، أم تلجأ لإنسان قوي؟ الرزاق يجب أن يكون عزيزا. العزة هذه تأتي لشخص يملك المال، غني، يملك أيضا القوة، يملك السيطرة، وبالتالي أنت تلجأ في دعائك هذا أو في هذه الآية الكريمة لإله قوي عزيز، وبنفس الوقت هذا الإله هو لطيف بك. إذا ضيق عليك رزقك إنما يضيقه لحكمة هو يعلمها عز وجل. أحيانا الرزق الكثير يدمر الإنسان، يدمر آخرته، كما حدث مع قارون. قارون كان رجلا صالحا من قوم موسى، استجاب الله دعاءه وأكرمه وأعطاه كنوزا لا تحصى، فبغى على قومه وكفر وجحد نعمة الله عز وجل. وعندما ذكره قومه وقالوا له أن يذكر نعمة الله عز وجل، قال إنما أوتيته على علم عندي، نسب
القوة والقدرة والعلم والذكاء نسبه لنفسه. كل ما حدث أيها الأحبة أن الله خسف به وبداره الأرض، أين ذهبت هذه الكنوز؟ فإذا هذا الرزق عندما كثر وبلغ درجة الكنوز الكثيرة التي تنوء بالعصبة أولي القوة أدت به إلى نار جهنم والعياذ بالله، أدت به إلى الكفر والإلحاد. وبالتالي أخي الحبيب، الله عز وجل يعلم ما في نفسك، يعلم ما بداخلك، وبالتالي يختار لك الرزق الأفضل. ولكن ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء. أسماء الله عز وجل 99 اسم. كل يوم لو جلست ودعوت باسم من أسماء الله الحسنى، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، حسبنا الله ونعم الوكيل، هذه تقال أثناء الخوف عندما تخاف من الناس. الوكيل اسم من أسماء الله عز وجل، وكفى بالله وكيلا. فأنت تتوكل على الله في حالة الخوف. سبحان الله، كل اسم من أسماء الله الحسنى له بركة في شيء معين تحتاجه في حياتك. يعني الرزاق اسم تدعو به في حالة ضيق الرزق، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. اسم الغفور والرحيم عندما تتراكم عليك الذنوب، إن ربي لغفور رحيم. عندما تضيق بك الدنيا أيضا أدعو بهذه الأسماء. اسم الودود، كلها آيات موجودة في القرآن أخي الحبيب، يعني أفضل مصدر لمعرفة أسماء الله الحسنى من القرآن. إذا استمعت للقرآن كاملا أنت عمليا قمت بإحصاء أسماء الله الحسنى. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ألظوا، أي ألحوا بالدعاء وأكثروا من الدعاء بيا ذا الجلال والإكرام. أيضا هذا في حالة التعسر، في حالة أن الأبواب كلها أغلقت أمامك، تقول يا ذا الجلال والإكرام. لذلك أخي الحبيب، لو جلسنا نعدد خصائص أسماء الله الحسنى لا ننتهي، ولكن يكفي أن أقول لك: حاول أن تتعرف على أسماء الله الحسنى كاملة، أن تدعو بها باسم الودود، باسم الحسيب، باسم الرزاق الكريم الرحيم العظيم اللطيف، كلها أسماء تحقق لك الخير وتحقق لك الرزق وتذهب عنك الغم إن شاء الله، وتكون مع الله، وتكون ممن حققوا حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. لذلك إذا دعوت الله بكل أسمائه، فضمن هذه الأسماء لابد أن يكون هناك الاسم الأعظم الذي يستجاب به إن شاء الله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حتى يتبين لهم أنه الحق.